دلوقتي معادنا مع جولة في الملاعب الرياضية مع منى. اتفضلي منى. شكرا ليك شاذلي. اهلا بكل مشاهدينا من جديد. معادنا دلوقتي مع موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. نبتدي أخبارنا على طول مع الزمالك والبرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك اللي كشف عن قائمة الفريق اللي هتستعد لمواجهة البنك الأهلي النهاردة في الجولة الـ 22 من الدوري الممتاز. القائمة شهدت استبعاد محمد أبو جبل وحازم إمام والمثلوثي، وتم استبعاد محمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي، وطبعا ما عدا التونسي سيف الدين الجزيري والإيفواري رزاق سيسي. والجهاز الطبي في فريق النادي الأهلي كشف عن إصابات الفريق قبل مباراة غزل المحلة اللي هتتلعب النهاردة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وقالوا إن الأشعة اللي أجراها أحمد عبد القادر لاعب الفريق أثبتت تعرضه لمزق في منشأ العضلة الأمامية ومحتاج لفترة علاج هتوصل لثلاث أسابيع. قالوا كمان إن علي معلول لاعب الفريق اتعرض لشد خفيف في العضلة الأمامية الشمال ومحتاج هو كمان فترة علاج هتتراوح ما بين أسبوع لعشرة أيام. سلامات. ومن ناحية تانية اختتمت لاعبي فريق نادي غزل المحلة تحت قيادة المدير الفني مصطفى عبدو استعداداتهم على استاد المحلة امبارح قبل ما يتوجهوا للقاهرة لخوض لقاء الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز النهاردة. وفريق الإسماعيلي خسر من طلائع الجيش بنتيجة 2-1 في المباراة الودية اللي اتلعبت امبارح على ملعب جهاز الرياضة في القاهرة. الإسماعيلي بيستعد في الوقت الحالي لمواجهة غزل المحلة يوم 28 يونيو ضمن منافسات الدوري العام. خلينا بقى نتحول للسكواش. رابطة اللاعبين المحترفين PSA للسكواش اختارت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى على العالم سيدات كأفضل لاعبة سكواش في الموسم ده، وده بعد حفاظها على صدارة التصنيف العالمي وتتويجها بعدد كبير من البطولات. نوران جوهر حصلت على نسبة 34% من المركز الأول، وجت نور الشربيني المصنفة الثانية على العالم في المركز الثاني بنسبة 32%، وفي المركز الثالث هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة بنسبة 31%. نتحول بقى للساحرة المستديرة ونشوف أخبار النوادي عالميا. نادي انتر ميلان الإيطالي أعلن عن تجديد عقد سيموني إنزاجي مدير الفني للنيراتسو لحد شهر يونيو 2024، ونشر الإنتر على موقعه الرسمي صور لتجديد عقد إنزاجي مع الفريق خلال جلسة جمعته مع ستيفنز هانج رئيس النادي الإيطالي. ونادي انتراخت فرانكفورت الألماني أعلن تعاقده رسمياً مع ماريو جوتزا نجم بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند السابق بعقد ممتد لغاية شهر يونيو 2025، ونشر فرانكفورت بيان على الموقع الرسمي ذكرت فيه تعاقد النادي مع ماريو جوتزا قادماً من أيندهوفن الهولندي. والمنتخب السعودي أعلن بقيادة مدربه رينار عن المواجهات التحضيرية اللي هياخدها خلال الفترة اللي جاية استعداداً لمشاركته في نهائيات كأس العالم 2022. المنتخب السعودي هيلتقي مع الإكوادور في شهر سبتمبر اللي جاي، وبعد كده هيخوض مواجهة قوية قدام منتخب أمريكا يوم 27 من نفس الشهر. ساديو ماني النجم السنغالي جناح فريق ليفربول خضع للكشف الطبي امبارح في بايرن ميونخ تمهيدا للتوقيع على عقد انتقاله بشكل رسمي للفريق البافاري، واكدت بعض التقارير ان ماني هيستكمل فحوصاته الطبيه وزياره مرافق النادي في الوقت اللي ليفربول وبايرن ميونخ اتفقوا الاسبوع اللي فات على رسوم هتشهد انضمام ماني لابطال البوندسليغا مقابل 27 مليون و400 الف يورو. قصة اخبارنا الرياضيه، خلينا نرجع على طول لشاذلي والباسنت نكمل معاهم باقي فقراتنا في صباح الخير. اتفضل. شكرا ليك يا منى. شكرا.